اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة شوف تي في. مرحبا بكم مباشرة من مدينة خريبكة من عاصمة الفوسفات. مرحبا بكم وحنا خوتي في جولة مع سائق تاكسي. شوفوا معنا البنية التحتية للمدينة، البنية التحتية الهشة مشاهدينا، بالصوت والصورة مشاهدي قناة شوف تي في. اذا حنا مازلنا معكم، هذه نبداو هذه الجولة. حنا كنتواجدوا دابا في البيوت وان شاء الله غادي ندوزو ربما تقريبا في كاع الاحياء. احنا مع سائق تاكسي فين ما وقفوا شي حد، يعني احنا ما قاصدين حتى شي حي او مكان معين، لكن احنا مع سائق التاكسي فين ما داه الزبون غادي نمشيو معاه. هكا غادي نشوفوا حتى المعاناة ديال سائق التاكسي في شوارع المدينة. وهنا مشاهدينا انتم معنا وانتم حكموا، هذا الواقع، هذا الواقع. لأن قبل ما نبدأ المباشر لاحظنا بأن تقريبا كل شوارع المدينة حفر وبرك مائية، يعني شوية ديال الشتاء بينات وفضحات، فضحات اللي نقوله، فضحات البنية التحتية ديال المدينة. إذا احنا هذا البيوت، احنا دابا كنتواجدوا في البيوت القدام مشاهدينا. فكما قلت لكم خوتي، حنا ما اختارينا حتى شي حي، الزبون هو اللي كيختار فين ما ادانا الزبون. يعني كما كتعرفوا سائق تاكسي هو غادي والزبون تيشير ليه وتيختار الحي اللي بغى يوصل ليه كنمشيو معاه. هذا الزبون اللي كان معنا جابنا الحي البيوت القدام. احنا مازلنا معاكم، معنا سائق تاكسي سي سعيد هرمود اللي غادي حتى هو يعطي الكلمه ديالو والملاحظه ديالو، ويقدر يقول لنا على النقط السوداء، يعني اللي نقدروا نقولوا يعني علاش غنسميهم نقط سوداء، بمعنى كلها حفر وكلها برك مائيه ومعاناه سائق التاكسي في المدينه مع هاد الحفر ومع هاد البرك المائيه. مرحبا بك السي سعيد. مرحبا الاخت ناديه، تحيه مسائيه وسنة سعيدة 2021. كنطلبوا من الله عز وجل تدخل علينا بالصحة والعافية، وهذا الوباء يحيد علينا اللي الصراحة هبس الاقتصاد ومحن الناس، يعني حتى المدخول ما بقاش والإنسان ولا كيعيش واحد الحالة اللي هي خايبة، حالة نفسية بالدرجة الأولى. الأخت نادية كيف ما كتشوفي إن شاء الله غنشوفوا الحالة ولا البنية التحتية ديال مدينة خويبكا اللي الصراحة هي بنية هشة، وعينا باش ممكن تصوري هنا. أما الناس داروا عاد تشوفنا كيف ما كنقولوا التراب. هي يعني باش كيعمروا هاد الحفاري هذه، يعني شي واحد طوع ودار هاد الحفاري، راه مجوجات ملي كتهرب على هذيك الحفرة باش ما تطيحش فيها، يعني كتقدر ترتكب حادثة كيف ما وقع واحد السائق. هذا موضوع غنطرقوا ليه من بعد اختي نادية. نعم. ممكن واحد الحفرة هنايا عاوتاني نوريها لاختي نادية. ها هي حنا حي البيوت، يعني المدينة الجديدة للتنشيف، وما عرفناش هاد الناس هاد المسؤولين واش ما كيتمشاوش في هاد المدينة، واش ما كيشوفوش هاد الشيء اللي كيوقع، وكيبغيو هاد الطاكسيات يبقاو في واحد الحالة اللي هي جيدة. ما نظنش عرفتي اختي نادية، يعني واش هادي حالة ديال الشارع وديال بلاصة تابعة للمكتب، ربما يعني هاد الشيء ديال شريف الفوسفات، مكتب شريف الفوسفات. وكيف ما كتشوفات يعني شوف الحفرة قداش، وزائد ان الشيفور تاهو مسكين راه كيتمحن، يعني الظهر السنسول الكلاوي. انت غادي انت كتهز غادي وكتهز، وغادي ان شاء الله غادي نمشيو لواحد الاماكن اللي هي اش غنقول لك بحال شي قنبله ضاربه ذاك المكان، وهاد الناس الله يهديهم، الله يهديهم اختي ناديه. تحيه لك، نكملوا المشوار. نكملوا سي سعيد، تحيه متبادله وشكرا لك انك سمحتي لنا اننا نديروا جوله معكم ونشوفوا المعاناه ديالكم انتوما اللي انتوما انت سائق تاكسي كما تنقولوا. اذا كما قلت لكم خوتي، حنا ما اختارينا حتى شي حي، يعني كيجي الزبون هو اختار. دابا عندنا معنا زبون غادي يدينا الخوادريه، اذا غنشوفوا حنا في الطريق الحي الخوادريه شنو غادي نلقاو في الطريق، وتشوفوا معنا يعني الواقع، الواقع بدون مقاس. شوفوا معنا فين ما مشيتي حفر،
كما قال السي سعيد او سائق الطاكسي، كتجي تهرب من حفره تطيح في اختها اكثر منها، او ملي كتجي تهرب من واحد الحفره تقدر تمشي في الاتجاه اللي ماشي مسموح لك انت، يعني كتصدق دخلتي في الاتجاه اللي المعاكس ديال سائق اخر جاي في الطريق. كيوقع الله يستر، كيوقعوا حوادث سير، من يتحمل المسؤوليه؟ من يتحمل المسؤوليه؟ هانتم بحال دابا حنا كما كتلاحظوا معنا تيهرب السائق من حفره لحفره باش يتفادى هذاك دوك الضايات ودوك الحفاري خدم شويه سويكلاص خويا سعيد. اذا هنا رساله، فعلا رساله للمسؤولين، رساله للمسؤولين، واش ما عندكمش غيره على بلادكم؟ واش ما عندكمش حب الوطن؟ يعني واش ما كتحبوش الوطن ديالكم؟ واش ما عندكمش غيره على الوطن ديالكم؟ يعني هنا فعلا ملي كنشوفوا بحال هذه الحاله الكارثيه اللي كيعاني منها او اللي كتعاني منها شوارع المدينه، هنا خاص حتى المواطنين يطالبوا بالمحاسبه ديالكم وربط المسؤوليه بالمحاسبه، ربط المسؤوليه بالمحاسبه. حتى المواطن خاصو يكون واعي ويطالب بحقه، حتى المواطن خاصو يوقف ويقول بركه بركه من هاد الفوضى. فكما كتلاحظوا معنا تبارك الله، يعني الجو هنا بعاصمه الفوسفات الجو ممطر، اللي غادي نقولوا دائما الله يعطينا على قد نفعوا، الله يعطينا على قد قوادسنا. صافي الحفاري راه عمره، الله يعطينا دابا غير على قد القوادس، لا يفيضوا علينا القوادس حتى هما. الحارس الشخصي قال لي غير خلي داك الجمل راقد. الى متى اخي؟ الى متى نبقاو نخليو داك الجمل راقد؟ ولا نوضوا داك الجمل، نوضوا حاسبوا اي مسؤول ما قامش بالمسؤوليه ديالو، ربطوا المحاسبه المسؤوليه بالمحاسبه. الا كنتو يعني كتحب الوطن ديالك، كتحب بلادك، بغيتي مسؤول يكون فعلا مسؤول، فوقفوا هضروا ما تسكتوش. نعم انتم كتلاحظوا معنا كما قلت لكم بيرك مائيه في كل مكان وحفر، وهذا الشيء كامل ما كنجيبوا حتى شي حاجه من راسنا. انتم كتشوفوا جوله والزبون هو اللي اختار فين غادي نمشيو. نعم الزبون اختار اننا نمشيو للخوادريه، وحنا غاديين دابا للخوادريه، وهو داك الشيء اللي كنشوفوا قدامنا. حنا كان الكاميرا او عدسه الهاتف كتنقل لكم الواقع على المباشر بدون مقص وبدون مونتاج مشاهدي قناه شوف تي في. كنتسائل الاخت ناديه دابا ما كيدار شي بروجي كيتعطى لشي شركه، علاش ما كيديروش نهايه الاشغال؟ يعني هذا رئيس مجلس البلدي علاش ما كيجيش يراقب هذا؟ لا لا دابا سائق ما كتشوفي دابا ونوض في هذا الحفره، يعني ها هو حفره ها شوفي. علاش ما يكملش يعني هذا المقاول اللي جا يكمل يدير الزفت؟ ماشي كيدخلوا فلوس يشدوها وفي الاخر يخلوا داك الشيء ويزيد. نعم فين واحد الحفره اخرى واخا صاب غير ها كاين عاوتاني واحد المكان ديال الشغال اخر شوفي شحال، يعني السمك باش غارقه. نعم. يعني انا شيفو ديال الطاكسي، انا شيفو ديال الطاكسي عارفها ولا جبراني غادي يجي غادي يجي هادشي ها هي ممكن تهبطي ماشي مشكل. بغيتي ديري راه داين كلشي حنا كنشوفو، يعني شوفو انا سائق طاكسي يعني عارف هاد البلاصه، الا جا شي واحد ما عارفاش بصح غادي خاصو تحفظي النقط السوداء بطبيعة الحال. الممارسه اليوميه كتعرف النقاط اللي خاصك تنقص فيهم وتدوز عاب شويه، تي غتشوف غندوزو بشويه كي غيحس الطاكسي. نعم. يعني غتهبط الرويضه، يعني لي زامون تمشيو ما كتبقاش ها يلا شفتي الصحه ديال الشيفور. ما عرفناش هاد الناس واش باغين يديو معاهم هاد المال اللي كيكدسو فيه، ما غيدي معاه والو، غيمشي وغيدي عكفن. يعني انا من هاد المنبر ديال شوف تي في كنقول لهم يعني المواطنين والساكنه ديال مدينه خويبكا يختاروا ان شاء الله يجي انتخابات، يشوفوا على من يصوتوا. الناس اللي باغا تخدم واللي ما باغاش تخدم خاصنا ما نبقاوش نعطيوها واحد الاهتمام اكيد. ف حتى جلاله الملك نصره الله قال احسنوا الاختيار، المسؤوليه راه عندكم انتم كمواطنين،
الزبون خويا سمح لينا واخا تنوقفوا شويه وكان الله يجازيك بخير وسمح لينا، هذا واقع، هذا واقع اخي، وبغينا انه يتنقل على المباشر. فكما قلت لكم خوتي جلاله الملك تيقول لكم احسنوا الاختيار، يعني نتوما مسؤولين، نتوما اللي كتختاروا اللي كيمثلكم، نتوما اللي كتختاروا اللي يخدم المدينه ديالكم، فاحسنوا الاختيار. وكذلك رساله للشباب ورساله للساكنه اللي تيقولوا حنا ما نصوتوش، لا اخي لا اختي، صوت صوت، راه حتى من اللي ما كتصوتش كتعطي فرصه لنفس الاشخاص انهم يبقاو. اذا كنتي باغي تغير صوت، ولكن احسن الاختيار اخي، احسني الاختيار اختي. فبعض المرات كتلقى الشارع الرئيسي شويه هو مزيان نقي، ايوا صافي، حنا نتهلاو غير في الشارع الرئيسي، هو اللي نديروا له الاناره، هو اللي نصلحوا له الطريق، هو اللي يكون مزيان. غير تفوت الشارع الرئيسي تبقى طيح في حفره، تهرب من حفره وتطيح في اختها والظلام. خريبكا كامله حفاري بلال خويا، اذا انت من ساكنه مدينه خريبكا هضروا، هضروا على الحقوق ديالكم، طلبوا المسؤولين، شوفوا الناس اللي صوتوا عليهم يمثلوكم، هضروا معاهم، قولوا لهم فين الوعود ديالكم، فين الخدمه، ما شفناش الخدمات قدمتوها لمدينه خريبكا. مدينه خريبكا عاصمه الفوسفات، مدينه خريبكا عاصمه الفوسفات كما قلت لكم خوتي، ومن الواجب انها تكون احسن من هكا. من المسؤول على اننا نشوفوا مدينه خريبكا غدا اللور اللور؟ من المسؤول على اننا كنشوفوا شوارع المدينه في حاله يرتى لها؟ من المسؤول على اننا كنشوفوا البنيه التحتيه ديال مدينه خريبكا يعني في حاله يرتى لها؟ من المسؤول على اننا كنشوفوا مدينه او شوارع مدينه خريبكا كلها حفر وكلها برك مائيه؟ إذا كما شفتوا معنا، كما قلت لكم خوتي، فالزبون اللي كيختار فين أننا نمشيو، لأننا حنا مع سائق الطاكسي سي سعيد اللي مشكور أنه اتاح لنا الفرصة أننا نشوفوا المعاناة ديال سائق الطاكسي كذلك في شوارع المدينة أو في عاصمة، في شوارع عاصمة الفوسفات. نشد لك سعيد. السلام، عودة من جديد، مرة أخرى أختي نادية، كيف ما كتشوفي حنا دابا خدامين وكندير واحد الجولة بالطاكسي وكنشوفوا البلايص اللي يعني فيهم واحد الحفر اللي هي كثيره، زائد المعاناه ديال ماشي على سائق الطاكسي، كاع مستعملي الطريق. يعني ما نهضروش على الطاكسي، واخا الطاكسي يعني هو اللي ممارس يعني كيستعمل الطريق بزاف، ولكن حتى الناس اللي عندهم السيارات ديالهم كيتشكاو من هذه البنيه التحتيه، لان باش غيشري واحد السياره اللي هي بواحد الثمن اللي هو غالي وباش يتكيس عليها كتعود ما ديش لواحد المده طويله، يعني لي زامونتيسور كيمشيو هذيك السياره باش غتضرب لي واحد مثلا واحد المده طويله كتعود ها هي في الخساره. كيف ما كنقولوا الطاكسي هو المرآة ديال المدينه، خاصو يبقى زوين ويحافظوا عليه، يعني كيعود حتى هو متهالك، غير نرجعوا لذاك السيستم القديم ديال 205. اش غنقول لك، ما عرفناش حنا المسؤولين اختي، علاش واش هذوك الفلوس، ديك الفلوس اللي كدار باش يدير بها الترميم ديال هاد الحفار، واش كيشدوا يديروها في جيوبهم؟ والله ما فهمنا اختي ناديه، خريبكا ما تزاد فيها والو. وبعدا كنشكرك انت اخت ناديه، الصراحه ملي جيتي يعني كتحركي في المدينه وكتبيني العيوب ديالها في اي مجال، ماشي غير في المجال ديال البنيه ولا هذه، في اي مجال، مجال انساني اجتماعي، وكنشكرك بزاف. وحنا خدامين وحنا في الدرداشه. نعم اخي، هذا واجب، فواجب علينا اننا نوصلوا صوت المظلوم وصوت المقهور وصوت المحتاج، ونقول لكم، نقول لكم خوتي الواقع بالصوت والصوره، راه ما كنجيبوا حتى شي حاجه من راسنا. حتى يعني بعض المرات كنتلاموا علاش وعلاش وعلاش، علاش نبينوا الواقع؟ علاش نوريوا الواقع؟ راه ما جابت نادية حتى شي حاجة من راسها، راه شفتي في ما جابت حتى شي حاجة من راسها. نعم، فين غنمشيو؟ حمام بن خلدون، الشارع اللي حدا المقاطعة اللي عامر بالحفار. نعم، إذا هنا مشاهدينا زبون، فكما قلت لكم وكنكرر بأن الزبون دابا اللي كيختار فين غادي نمشيو. ركبت معنا واحد الأخت
وبغات اننا نمشيو للفين حمام بن خلدون. السائق غير عرف سمع حمام بن خلدون قال لي من بين النقاط السوداء نيت كاين حفار بيرك، اذا حنا خليوكم معنا وحنا غاديين، فباش تعرفوا بان ما اختاريناش حنايا فين غادي نمشيو، باش نقولوا ربما ركزنا على حي ولا. فاحنا بقينا مع سائق الطاكسي سي سعيد، والزبون هو اللي كيقول لنا فين نمشيو. عين العقل هو رابط المسؤوليه بالمحاسبه، اكيد خويا بوشعيب، وهذا الشيء اللي كنقولوا، وخص حتى المواطنين يوعاو بهاد المساله هذه، وحتى هما يعرفوا بانك صوتتي على واحد المسؤول ودرتيه باش انه يمثلك وباش انه يخدم البلاد، كما جاء في الخطاب الملكي. فجلاله الملك تيقول في الخطاب الملكي الانتخابات ليست للمناصب، الانتخابات لخدمة المواطن فقط. فانت يا مسؤول الا ما كنتيش غادي تخدم المواطن سير بحالك، سير بحالك، المواطن ما عنده ما يدير بك. الا كنتي جاي من اجل المناصب فجلالة الملك تيقول لك الانتخابات ماشي للمناصب او للكراسي، تخدم المواطن ولا سير بحالك، قد بالمسؤولية ولا سير بحالك. هاد الحفرة، نعم، بقى شوية باش تبان لي. لاحظوا مشاهدي قناة شوف تيفي، حنا في شارع رئيسي، شارع نعم. محمد السادس معروف سابقا بشارع الزلاقة، يعني حنا كمستعملي الطريق ضروري خاصنا نمشي على اليسار ولا على اليمين. اغلبية كنمشيو على اليسار، يعني خاصك تاخذ الحيط او الحذر باش ما ديرش شي حادثة كتشوف. اذا عيب وعار، عيب وعار باش نلقاو بحال هاد الحفر هادو، خصوصا في الشارع الرئيسي. اشنو خليتو دابا الاحياء؟ هذا دابا شارع رئيسي، وشتو الحفره كيفاش دايره؟ اذا شنو بقى ولا شنو غادي ننتظروا من الاحياء، خصوصا الاحياء الشعبيه. مازلنا معكم مشاهدي قناة شوف تيفي على المباشر من مدينة خريبكة، وحنا في شوارع عاصمة الفوسفات مع سائق طاكسي سي سعيد، اللي كما قلت لكم خوتي ما اختارينا حتى شي حي أو شارع، فحنا تحت طلب الزبون هو اللي تيركب وتيقول للسائق فين باغي يمشي، وحنا غاديين معاه، هو خدام وحنا كنقلوا لكم الواقع كما كتلاحظوا معنا بدون مونتاج وبدون مقص على المباشر مشاهدينا كما عودناكم دائما. فهانتوما كتشوفوا، انتوما حكموا الصوره منا ولكم التعليق. لاحظوا معنا احنا دابا كنتواجدوا، شو على كارثه وكارثه هذه والله. لاحظوا معنا مشاهدي قناه شوف تيفي، حفر وبرك مائيه، هنايا رسالة للمسؤولين، واش عندكم ضمير؟ واش كتحبوا فعلا نتوما الوطن ديالكم وكتحبوا بلادكم؟ لاحظوا لاحظوا لاحظوا، والله إلا خاصنا صنارة ونجلسوا نصيدوا الحوت في هاد البلاصة هادي. لاحظوا، إذا هاد الشيء ماشي جيت حفرتو أنا باش غادي نصورو، وجيت عمرتو بالماء باش غادي نصورو، ما جبت حتى شي حاجة من راسي، هذا واقع. شارع سميت الشارع، هذا الشارع تيدي المقاطعة الخامسة. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، هذا شارع ومازال غادي نرجع ليه خوتي، كنوعدكم غادي نرجع بلا يعني، دابا حنا غاديين ربما ما بيناش هذه الكارثة مزيان، غادي نرجع غادي نصور هذا الشارع بوحدو وغادي نهضروا عليه، لأن شارع عيب وعار يكون في عاصمة الفوسفات. هذا الشارع تيدي الإدارة اللي هي المقاطعة الخامسة، يعني ممكن او شارع لاحظتوا معنا يعني عامر في حركه المرور. لاحظوا هذه البركه المائيه اللي عاد خرج منها هذا صاحب السياره، فيضانات، اللي عنده شي صناره يجي يصيد ربما يصيد شي حوتات هنايا. والله عيب وعار عليكم يا المسؤولين. خريبكة تستغيث فعلا، السعديه قالت لك اختي ناديه مدينه خريبكة تستغيث بملكنا
نرجع للتعليق لهما. من نلاحظ الغياب التام للمسؤولين السياسيين، مدينة تتنفس تحت الظلام. فالملك محمد السادس قال لكم أحسنوا الاختيار، أحسنوا الاختيار خوتي، عرفوا على من كتصوتوا، اختاروا اللي يمثلكم واللي يخدمكم واللي يخدم المدينة واللي يخدم المصلحة ديال المدينة. هضروا من اللي تشوفوا بأن داك الشيء، بأن داك المسؤول ما صالحش ليكم، هضروا، وقفوا، غوتوا، طالبوا، ما تسكتوش. راه نتوما اللي ساعدتو باش تشوفوا مدينة أخرى يبقى في هذه الحالة هذه، نتوما ساعدتوهم باش أنهم يردوا المدينة أو البنية أو بالأحرى البنية التحتية ديال المدينة في حالة يرتلها. الأخت نادية المناصب في خريبكا كتعطى عليها أموال طائلة، مول الطاكسي كمل ليك كلامي سوليه. سي سعيد قالوا لي بأن نسولك لأن المناصب كتعطى عليها أموال. لاحظوا معنا مشاهدينا، شوفوا 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 الشوارع ديال المدينة كيفاش دايرة. لا قولوا نادية جات حفرات هاد الحفاري وهي كتصورهم، لأن شحال من واحد يعني بعض المرات كنلقى شي تعاليق لا علاقة، لا علاقة، واش انتي كديري غير الشوا؟ واعطيوني حاجه زوينه غنصورها. يلا نعطيكم مثال، الحي الصناعي، الحي الصناعي صورته في شهر 12 السنه الماضيه يعني 2019 العفو شارع المسيره. لاحظوا معنا خوتي، يعني غير شويه ديال الشتاء فضحات يعني البنيه التحتيه ديال المدينه، فضحات المسؤولين، فتحت المسؤولين. فين هي الميزانيه دابا؟ الا رجعنا لدفتر التحملات غادي نلقاو مثلا هاد الشارع هذا راه تطلبات ليه واحد الميزانيه خياليه، ولا نرجعوا للشارع الفلاني ولا، ولكن الواقع غير ذلك. الواقع ماشي هو اللي كنشوفه، يعني داكشي اللي كترجع للدفاتير عكس الواقع، وها هو الواقع، هذا هو الواقع المباشر بدون مقص بدون مونتاج. حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل مسؤول سندت ليه المسؤوليه وما قامش بالواجب ديالو راه ما سمحنا ليهش، امام الله غادي يتحاسب عليها. سمحي لنا اختي الا برزتناك. ففعلا كنعتذر من الزبائن كاع اللي ركبوا معنا، ولكن كنظن بانهم موافقين على هذا الواقع اللي راه حنا كنقلوا. ما بغاوش يكملوا هذا الجزء. نعم شوف، ما بغاوش يكملوا هذا الجزء هذا، واش من الارض ما معطاهمش؟ لان حنا كنصيبوا صعوبه كثيره. دابا لك جاينا من لهيه يعني كندخل انا وهذا السيد، يعني لو وقعت حادثه كاع غنكون يكون الخطا ديالك انت جاي من لهيه. لان هنا التراب ما غتصيبش كي غدير تجي، كنتقاسموا هذا الجزء هذا ما كامل. كنتقاسموا هذا الجزء الصغير كنتقاسموا حنا جوج. عارفين نشوف هاد الزبون فين غادي ان شاء الله. نعم، فكما قلت لكم خوتي، فالزبون معنا في الطاكسي هو اللي كيختار فين يمشي، وحنايا في الطريق يعني باش كيمشي سائق الطاكسي باش غادي يوصل هذاك الزبون هو اللي كيختار فين. كيعطيني الضو باش نحيد ليه باش يعطيك الضو باش يعني هاد السياره المعاكسه كيعطيني الضو باش نحيد ليه باش ما يمشيش هو في ذاك الاتجاه الاخر اللي قلت لك، يعني فيه التراب وفيه حفار. واش المسؤولين كيشوفوا هاد الشيء ولا لا؟ واش غنقول لك المسؤولين راكبين في الطوموبيلات ما كيخلصوهمش يعني ديال المخزن غتهلك ولا تخسر غيلوحوا ويجيبوا واحد اخر. ما حاسينش اما مسكين المواطن راه كيجبدها بعرض الكتاف ويشريها، ولا خسرات اللي كيفكر ليها منين غادي يجيب مصاريفها. نعم. هادشي اللي هذا هو الاستنتاج اختي اللي كان، لان كنشوفوهم تبارك الله كيركبوا في طوموبيلات فاخره مي ديال الدوله، داكشي زوين نقي، ما بقاوش باغي لك داسيا لا مارك دوغان داسيا، حنا كنخدموا بها حنا ومريحه الصراحه. داسيا بالنسبه للسياره الاجره مزيانه، ولكن هما ما يركبوش فيها يعني باش غيتكيس هو ولا يقول لك غتخسر لي الطوموبيل، ما نظنش كيفكر هذا التفكير. عمال النظافه اللي كنعطيهم التحيه والله، تحيه وحق يعني لعمال النظافه اللي كيخدموا مساكن. ففعلا ما نساوش خوتي اننا مرينا دابا بواحد عمال النظافه اللي كنعطيهم التحيه وكنقول لهم الله يعاونكم، خدامين في البرد في الشمس في الشتاء يعني في ظروف قاسيه، الله يعاونهم والله يسمح لينا منهم.
فكنعطيو لكل ذي حق حقه، اللي تيخدم راه كنعطيوه التحيه، ودائما التحيه تعطى للشرفاء، للشرفاء، وتنقولوا لهم الله يعاونكم لكل ما فيه خير. واي مسؤول يعني تسندت ليه المسؤوليه وما قامش بالواجب ديالو راه تنقولوا له الله ياخذ فيك الحق، وكنقولوا له حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، ويوم الحساب ستحاسب، وغادي ناخذوا من حسناتكم، غادي ناخذوا من الحسنات ديالكم. لان انا ملي كنشري واحد الطوموبيل بالفلوس بعرق كتافي ونبقى ندوز بحال هكا كما قال سي سعيد، ونبقى شوف هاد الطاكسي مسكين فاش داز فهاد الضايه هادي، ونبقى نطيح وننزل في البراك المائيه وفي الحفار، شوفوا معانا اتجاه هاكا تضيعني في رزقي. نعم نعم، شوفوا شوفوا هاد البركه المائيه، لاحظوا معانا مازال المدرسه ما تشوفوش ملي كتكون المدرسه. نعم اختي مواطنه، تعطي مواطنه معنا زبونه، تعطي كلمه ديالك اختي. واخا السلام عليكم. انا اختي دابا زبونه ركبت معنا، حنا غاديين ديال البلاصه اللي بغات، عطينا الكلمه ديالكم. الكلمه ديالي المدرسه هذه مدرسه تقدم، كيقراو فيها الدراري الصغار. الوقت ملي كتكون الشتا بحال دابا اش غنقول لك، راه الماء كيوصل ليهم حتى الركابي ديالهم. يعني وحنا جينا وبغينا نتضامنوا معاهم، وقلنا لهم نتعاونوا حنا الاباء ونعطيو شي حاجه، مهم النصيب ديالنا كل واحد اللي طارت ليه شي حاجه نمشيو لعند سميتها هذه ديال المسؤوله على ديال اصحاب المدرسه، جمعيه الاباء. جمعيه الاباء صافي ما كاينش، جمعنا الاسامي وقلنا قررنا بشحال غادي نعطيو هذه، ولكن ما كاين حتى شي حاجه. بغينا نصلحوا الشانطي قدام المدرسه، راه كيوصل الماء تركابي. نتوما كمواطنين وتتصلحوا. حنا بغينا على حساب الدراري. تخيلي دابا الدري كيمشي في الصباح لابس صباط، مع 8 ل 12 خاصك في العشيه ثاني تعطيه صباط اخر، وفي نهار واحد ما غاديش ينشف ليه الصباط الا صب بنتي، راه خاصك تخيلي شحال غادي ديما الدري غادي يسارد وجاي يسارد. هذا الشيء اللي كاين. رسالتك اختي للمسؤولين. وليس الرساله ديال المسؤولين، راهم كيشوفوا، راهم كيشوفوا وكيدوزوا، يعني راهم راهم ماشي صافي. نعم شكرا لك. تحية ليك. إذا سمعتوا معنا هاد الأخت هادي، يعني زبونة ركبات عند عند سائق الطاكسي، اختارت الوجهة اللي بغات تمشي ليها، وحنا غاديين عرفت الموضوع اللي كنهضروا عليه، حتى هي لقيناها بأن من الناس أو من الأمهات أو من الأخوات وليد كل يعني أم أنتي أختي يعني من الأمهات اللي وليدتها أو بنتها أو ولدها تيقراو في مدرسة التقدم، وقالت بأن أمام المدرسة ديال التقدم برك مائية، يعني ملي كيجيو الوليدات او هذوك التلاميذ يبغيو يمشيو للمدرسه الصباط ديالهم كيوصلوا حالتهم تيقراو هما ما مرتاحينش، يعني راه كله سرد، من بعد ملي يرجع خصها تبدل ليه داك الصباط اكيد ما غينشفش، يعني خصك صباط الصباح صباط عشيه ولا غد ليه وهي هكاك وهي غاده. اذا داروا واحد المبادره مع بعضياتهم، هما باغيين يعطيو الفلوس ويصلحوا الشارع. حشومه والله تعيب وعار عليكم المسؤولين ملي ولي يعني الاباء ينوضوا يبغيو يصلحوا الشارع العام. مزيان تعاونوا، ولكن علاش فين مشات الميزانيه؟ فين الدور ديالكم انت كمنتخب؟ ملي ما غاديش تفكر ليا وتفكر لولادي وتفكر البلاد وتفكر المصلحه ديال البلاد ولولادنا، فانت ماشي مسؤول، انت ماشي مسؤول. إذا هذا نداء من أم معنا هنايا، يعني صدفة ركبت معنا في الطاكسي اللي كتوجه الرسالة ديالها للمسؤولين. شوفوا من حال التلاميذ أمام يعني الشارع اللي أمام مدرسة التقدم، الوليدات راه كيعانيو، ومازال إن شاء الله ربما نسلطوا الضوء في هذيك البلاصة حتى إلا ما شفتوهاش ولا إلا ما سمعتوش، نقلوا لكم الواقع. راه هو فعلا شتو غير هاد شويه ديال التساقطات، والله تعرات الواقع وفضحات البنيه التحتيه ديال كل المدن المغربيه، راه ماشي غير خريبكه، كل المدن المغربيه. حنا مازال نقولوا الحمد لله راه ما غرقوش الديور، ولكن راه كاين العيب، راه ماشي ما كاينش، وما غاديش نغطيو حنايا الشمس بالغربال. كاين العيب في المدينه، كاين حفر كثيره، كاين برك مائيه، كاين قواد حاشاكم مسدودين. ردوا بالكم لهاد المدينه، ردوا بالكم للساكنه، راه ماشي مني ساكته، راه لا راه ما ساكتاش، راه كتالم، راه كتالم من الداخل.
راه كرهتوهم في شي حاجه سميتها انتخابات، لدرجه ان ملي كتهضر مع مواطن اخر بقيت تقول له والانتخابات كيقول لك ما نصوت على حد، ولكن لا يا اخي لا اختي، صوت واحسن الاختيار. راه قالها لكم حتى جلاله الملك الله ينصرو، احسنوا الاختيار. راه ملي ما كتصوتش راك انت كتعطي الفرصه لهذوك الناس اللي ما خدموش البلاد يعاودوا هما اللي غادي يمثلوكم ثاني. اذا الا بغيتي تحارب المنكر، الا بغيتي مسؤول صالح، فانتوما بيديكم كلشي، كلشي بيديكم. شكرا لك اختي، شكرا لك للمداخله ديالك معنا، الله يحفظك. شكرا. سيقه عمي بعد عليك الكلمه هكا كما راه ما كاين لا قوادس ولا هانتوما. شو دابا بحال هذه دابا الحفره هذه ديال هذا القادوس هذا، الا داز شي مول الموطور ولا يطيح فيها، خصوصا ان حتى الاناره راه ضعيفه جدا في شوارع المدينه. النهار دابا كتبان، مازال بالنهار كتبان، دابا نشوفوا الليل مثلا ولا شي ضبابه ولا لا حول ولا قوه الا بالله. حنا كنتواجدوا مشاهدي قناه شوف تي في في وسط المدينه. نعم لاحظوا على حقه وطلعي قاس الساعة هي فيها اذا هذا هو الواقع خوتي اللي شفتوا معنا في شوارع عاصمه الفوسفات. حفر تهزينا ونزلنا بهذا الطاكسي هذه، اللي نقولوا لصحاب الطاكسيات الله يكون لكم في العون، الله يعاونكم. معاش غتكونوا واش تكونوا مع المصاريف اليوميه ديال داركم ومع وليداتكم، ولا تكونوا مع المصاريف اللي تبقاو تخسروا على السيارات ديالكم اللي كدقدق في هاد الشوارع وفي هاد الحفر، ولا تكونوا مع لاسيرونس ولا مع الضرائب ولا يعني. هنا فعلا كنقول لصحاب الطاكسيات الله يكون لكم في العون، الله يكون لكم في العون. سي سعيد كلمه اخيره. كلمه الاخت ناديه، ما عليا غير نقول لك كنشكرك بزاف، الصراحه دائما متواجده معنا وكتنقلي لنا بالصوت والصوره الواقع ديال مدينه خويلقه، وكيف ما قلت لك يعني ما هو اجتماعي، ما هو انساني، وما هو يعني حتى كنبينوا حتى العيب ديال هاد المسؤولين اللي ما باغينش يخدموا. وما تفوتنيش هاد المناسبه اللي كنديروا فيها هاد المباشر باش نقول لك بان ديك الاخت الهام اللي درنا ليها هذاك اللايف ان شاء الله وقف مع واحد محسن ودارت العمليه الحمد لله. كنتمنوا لها تكون عمليه ناجحه وترجع تمشى كيف ما كانت، وطلباتني باش نمشيو نديروا معها شي مباشر ان شاء الله. وكتشكرك بزاف. شكرا لك انت سي سعيد، كتجري غير في الخير، وانت بفضل الله وبفضلك انت اللي وريتيها لنا ومشينا لها حتى الولاد زيدوح. اذا خوتي كما قال سي سعيد مازال ان شاء الله تشوفوا معنا الاخت اللي ربي سبحانه وتعالى بفضل الله وبفضلكم انتم ملي كتبارطاجيو ربي سبحانه وتعالى سخر لها العباده ديالو، راها دارت العمليه والحمد لله. مازال غادي نزوروها ونشوفوها ومازال فعلا غادي تحتاج المساعده ديالكم. نعم نعم. اذا نتمنوا الرساله توصل للمسؤولين، نتمنوا المسؤولين تكون عندهم واحد الغيره على الوطن ديالهم على بلادهم، نتمنوا المسؤولين ان تكون واحد المنافسه، غير تنافسوا وديروا غير النفس، ديروا غير النفس، قولوا علاش ما تكونش مدينتنا حنا زوينه، علاش ما يكونوا الشوارع المدينه مضويين رائعين مصوبين، ما كاينش حفر ما كاينش مشاكل. ديروا غير النفس وحسوا وغيروا على الوطن ديالكم وغيروا على البلاد ديالكم وخدموا بلادكم بكل تفاني، يعني موتوا موتوا على بلادكم، الله يرضي عليكم، الله يجازيكم بخير. وملي تكون انت مسؤول ولاحظتي بانك انت ما قادش على هذه المسؤوليه، حط الاستقاله ديالك وخليها اللي يقد بها، ما تبقاوش متشبتين بالمنصب وبالكراسي، الله يرضي عليكم. حاولوا انكم تخدموا البلاد، حاولوا اللي ما قدش على المسؤوليه يمشي بحاله. الى هنا مشاهدي قناه شوف تيفي ما بقى لي الا نقول لكم بسلام عليكم. كلمة. نعم سي سعيد تفضل خويا. واحد الكلمه بغيت نقول للاخت ناديه، بان معظم الساكنه ديال خويبقه بغات تعرف الاخت ناديه واش هي من مدينه خويبقه والاصل ديالها مدينه خويبقه،
يعني بغيت نقول المتتبعي قناه شوف تي في بان الاخت ناديه هي من ميدلت وعندها غير على مدينه خويبقة. صور اختي ناديه هنا تشوفيها عاوتاني ونكملوا. المهم واخا بان الاخت ناديه هي من مدينه ميدلت وعندها غير على مدينه خويبقة. وفي الصراحه يعني كنشوفوها كتحرك بزاف وكت يعني فين ما بغيتي الاخت ناديه كتصيبها موجوده، في حين ان الناس ديال مدينه خويبقة ما بقاوش كيتحركوا، ما عرفتش علاش، ما نقدرش انا لان ما نسيش لان بعض الظن اثم، ولكن ما عرفتش ان الناس ما بقاوش كيتحركوا، ما بقاوش كيكتبوا على مدينه خويبقة، ما بقاوش كيكتبوا على يعني هاد المسيرين ديال الشان المحلي ما بقاوش يكتبوا عليهم. ما عرفتش اختي علاش، واش علامات استفهام. علاماتهم علامات استفهام. السي سعيد قال لكم بان انا ماشي من مدينه خريبكا، يعني ماشي بنت مدينه خريبكا، فعلا انا بنت مدينه ميدلت ولكن كنبقى مغربيه، كنبقى مغربيه. داك الشيء اللي كنشوف راه كنهضر عليه، حطيتوني في خريبكا داك الشيء اللي شفت راني نقوله، حطيتوني في ميدلت راني غادي نقل الواقع، حطيتوني في كازا كنبقى مغربيه، عندي غيره على الوطن ديالي. انا كنحب الوطن ديالي، كنحب الملك ديالي اللي كيبذل واحد المجهود ولكن ما لقاش معاه من. ولكن هنا كنقولوا بغينا تربط المسؤوليه بالمحاسبه. كلنا مغاربه، كلنا كنحبوا بلادنا، ماشي غير خريبكا، نحب خريبكا، اي مدينه مغربيه فهي بلادي، ماشي حيت انا امازيغيه الاصل، لا خريبكا بلادي، كازا بلادي، ميدلت بلادي، المغرب بلادي، نحب بلادي ونموت عليها، واللي ما يخدمهاش الله ياخذ فيه الحق، اللي ما يخدمهاش يمشي بحاله. اي مدينه مغربيه واي مسؤول، اي مسؤول ما يخدمش بلاده وما يحبش بلاده يمشي بحاله. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.